اهلا بيكم من جديد. في الاعمال الفنيه دايما في حاجه دايما بيبقى اسمها الماستر سين او المشهد الاساسي، ده اللي بيكون اعلى مشهد في العمل من الناحيه الفنيه، سواء بقى كان في اداء الممثل او الرساله اللي عايز يوصلها المسلسل، بنبقى شايفين الماستر سين وبيبقى فارق معانا جدا، وكل الناس دايما بتبقى عايزه تتكلم عليه وبتبقى حاسه ان هو ده اكتر حاجه منوره في المسلسل. في اعمال بقى لها اكتر من 20 سنه ممكن ننسى تفاصيلها، لكن مش ممكن ابدا ننسى الماستر سين او المشهد الاساسي او الرئيسي اللي حصل فيه التصاعد بتاع الاحداث، وممكن يبقى هو ده عندك ملخص احداث المسلسل كله على بعضه. صحيح، زي ما انت قلت كده يا منى، يعني هو المشهد مش الاساسي بس، ده هو المشهد اللي بيلخص كل حاجه. علشان كده احنا النهارده هنتكلم عن مشاهد الماستر سين في الدراما الرمضانيه، خصوصا بعد ما خلصت المسلسلات اللي استمتعنا بيها طوال الشهر الكريم. هنتكلم عن عدد كبير من أهم المسلسلات اللي ربما كانت أو لاقت إعجاب الجماهير خلال أيام شهر رمضان، وهيكلمنا عنها بصحبتنا الناقد الفني الأستاذ خالد محمود. صباح الخير أستاذ خالد. صباح الخير. صباح الخير يا مصطفى. أهلا بحضرتك، شفت إزاي بشكل عام؟ خالد بنسعد والله أنت معانا. أنا سعيد إن أنتوا اخترتوا كمان نقطة تذكر الناس بمحطات قوية. أيوه. عند النجوم وعند صناع المسلسلات، عشان يعني يبقى خدوا حقهم كمان وسط الزحمة الكبيرة دي. أكيد. في حد بيختلف من حد الاخر ان هو يشوف ان الماستر سين بتاع العمل ده مختلف؟ يعني العين بتاعه الناس ممكن تختلف ولا الاختلافات بتبقى طفيفه؟ بصوا، السنه دي الموسم ده كسر حواجز، كنت لسه بتكلم مع استاذه منى، كسر حواجز بين النظره المتخصصه قوي للنقاد. ايوه. العين المختلفه والجمهور. المره دي الحس الجماهيري علي، والمسألة دابت شوية، وانت ابتديت تحس ليه الناس التفت حوالين المشهد ده او المسلسل ده، لانه كان في اصرار من النجوم وصناع الاعمال ومشاهد كثيرة على انها توصل بشكل كبير يعني. فاعتقد انه في حياة كل ممثل فرص انه يقدر يعمل مجموعه من المشاهد اللي تبقى في تاريخه وترسخ في ذهن المتلقي وتوصل رساله العمل والشخصيه بشكل كبير، وده في الحقيقه اللي نجح فيه كتير من الممثلين والممثلات هذا العام في موسم شهد تنوع وفرايتي كبير. صحيح. ومتغير في فكر النجم نفسه، متغير في الخريطه بتاعت الشاشه نفسها، إصرار من شركة الإنتاج على أنها تبقى عاملة حالة من التوازن بين قضايا كتيرة وأعمال كتيرة وموضوع ال 15 حلقة. حاسس إن في نضج كبير حاصل في هذا الموسم في الحقيقة. صحيح. لو نيجي نقول بقى إن زي ما حضرتك بتقول الماستر سين السنة دي أو في الموسم ده مش عارفين نقدر نقول قد إيه شايفينها في مسلسلات كتير، ويمكن في مسلسلات بعضها نقدر نقول انه كان كل ممثل له ماستر سين، له علامه طبعا مميزه، ويمكن ده شفناها ابرزها كان في مسلسل ايه من وجهه نظر حضرتك؟ بصي كتير، يعني فعشان الاولى عشان شوفي الحلقات النهائيه يعني وصلت كتير من المشاهد لمرحله نضج عالي جدا. اعتقد مسلسل وصلت الرساله يعني. الرساله اعتقد مثلا مسلسل زي تحت الوصايا، طبعا النجمة الكبيرة منى زكي في حالة توهج كبير قوي، مش بس عشان فكرة المسلسل والتعاطف مع الشخصية اللي هي بتعاني من أجل إثبات وجودها وتحافظ على كيان أبنائها وحقوقها، التعاطف الاجتماعي اللي بيحصل من الوهلة الأولى، لكن كمان في الأداء والتوهج وإزاي قدرت تحط الجماهير كلها جوه الشخصية وجوه الحدوتة. صحيح. اعتقد من اهم المشاهد في الحقيقه من وجهه نظري في الحلقه النهائيه لما بيتحكم عليها بالحبس لمده عام وابنها، وده موهوب كبير جدا هنشوفه، يعني ده ممثل هيكسر الدنيا، عمر شريف، وهو في عربيه الترحيلات وبيجري عليها وبيقول لها انا عاوز اجي معاكي، وبتقول له انت الاب والام والاخ لاختك. يعني في الحقيقه العلاقه الشديده الرومانسيه وشديده الواقعيه في هذا المشهد،
في الحقيقه يعني مشهد هيبقى خالد صحيح. في طب. تاريخ الدراما. تعبيرات منى زكي مرعبه يعني بصي خطيرة. بلا افتعال وخطيره جدا، وفعلا بتجسد حالتها بشكل فيه مصداقيه كبيره جدا، حاله نضج غير عاديه، حتى مش بس في الاداء، في اختيار الادوار واختيار الشخصيات في شيء ما. اتمنى ان هذه الحاله تسري على بقيه نجمات مصر ويبقوا يفكروا ان هم ازاي يصنعوا تاريخ. هذا المشهد انا بعتبره ماستر سين من صحيح. المشاهد المهمه قوي. خلينا نشوف مشهد المحاكمه ونشوف برضو هل هو يصلح عليه يعني لقب ماستر سين جدا، مسلسل تحت الوصايه، ولا ممكن نقول ان هذا المسلسل ليه اكتر من مشهد اساسي. خلينا نشوف المشهد ونرجع مره ثانيه لحضراتكم. الشهود شهدوا بتطابق المركب مع المركب التي حذفته المتهم. والقضية الثانية إتلاف مال الأسرة. طب سيادتك أنا عايزة أتكلم والنبي. هسمعك بعد السيدة المحامية. لا ده سؤال واحد بس، مش هتكلم تاني خالص. هات. سيادتك انا مش عارفه اما تاخدوا العيال هتعملوا معاهم ايه، اصل في حاجات تخصهم انا بس اللي اعرفها. ياسين لو صحي من النوم وما لقاش لمبه منوره بيتفزع وبيفضل يومين ما بيعرفش ينام خالص، ولو كان ملوخيه بطنه بتكركب قوي وما بيحطش حاجه في بقه بقيه اليوم، واهم حاجه عنده الكوره لانه موهوب قوي فيها. يعني لو ما فيش حتى فلوس نجيب لعب عادية زي بتاعت بقية العيال، الكرة لازم نجيبها. وفرح متعبة شوية في النوم، بتحتاج صبر يعني ومناهدة، بعد كده بتنام عادي. ما فيش حاجة بتهدلها المغص اللي في بطنها غير الكراوية اللي بعملها لها. أنا مش عارفة أنا بقول الكلام ده ليه دلوقت ولا أقوله لمين يعني، بس أنا عارفة إن حضراتكم اللي بتقولوا مين اللي يبقى واصي، فبقولوا كده يعني عشان تبقوا عارفين وتقولوا اللي هياخد باله من العيال. أنا والله حاولت أعمل كل اللي أنا أعرفه، بس هو عادل سابني بدري جوزي، ما كنتش عاملة حسابي ولا عمري فكرت في حاجة زي كده. مش عارفة أنا فيا غلط إيه، الغلط اللي عملته انا مش عارف. انا بس قلت يعني لسيادتكم الحاجات دي عشان تعرفوها، عشان العيال هتعملوا معاهم ايه؟ مين هيعرف الحاجات دي؟ الكلام اللي بتقوليه ده مش في القانون يا استحمل، وانا بتكلم بالقانون بس. حد من الساده الاساتذه عايز يضيف اي حاجه؟ لا يا استاذ. المشهد مرعب، مشهد مؤثر جدا يعني، الحوار رهيب. فيه عالي قوي، ام جدا طالع من قلبها طبعا. جدا أعتقد اداء رهيب جدا، بتلخص المسلسل كله في مشهد واحد. بتوجع هو الرساله أي. بتوجع المجتمع، والرساله شوفي منى ازاي دخلت في الشخصيه.
وعينيها مش موجوده مش بتبص على حد، هي كانها بتبص لكل الناس في كل العالم. اللي كاتبه كمان كاتبه بذكاء شديد جدا، انه ازاي انتوا تتعاملوا مع اطفالي، الام هي اللي بتشيل مش حكايه الأم. بس مصاريف، مين هيتعامل مع الناس دي وبأني شكل، تفاصيل قليلة. اعتقد انه هرب من المباشره بذكاء شديد جدا، وحوار حقيقه مؤثر قوي مع الموسيقى التصويريه. اعتقد انه اتعمل بشغل احترافيه كبيره جدا، يعني كانه شايف شغل سينما. شايف انه انجح مسلسل في رمضان؟ انا شايف انه انجح مسلسل هو مسلسل مكتمل في فئته، العناصر في فئته. يعني اولا انا سعيد بحاله التوهج اللي بتحصل في مسلسلاتنا الدراميه، واتمنى ان احنا نتمسك بهذا التوهج ونستغله حتى سينمائيا. يعني احنا عمالين بنتكلم على انه ما عندناش افلام قويه وافلام كويسه وافلام تقدر تنافس، لا احنا نقدر نعمل ده ونواصل حاله التوهج اللي احنا رسخنا بيها الدراما الجميله دي حتى على شاشه السينما. وبدعو من خلالكم منى زكي انها ترجع تاني للسينما وتبقى في حاله التوهج وحاله الحب وحاله الالتفاف الجماهيري دي، دافع كبير ان احنا نشوف كتير من نجماتنا ونجومنا على شاشه السينما. بس في اعمال يعني زي مثلا جعلوني مجرما، اريد حلا، الشقه من حق الزوجه، غيرت قوانين بالفعل. تعتقد ان تحت الوصايه هيعرف؟ احنا امبارح عرفنا ان النائب محمد اسماعيل ونائب امير العدل توجهوا بطلب احاطه لوزير العدل من اجل تغيير مفهوم الوصايه وتفنيد بنود الوصايه تاثرا بما حدث في هذا المسلسل. تفتكر المسلسل ممكن يعمل؟ اعتقد انه يعني في الاعمال الاولى اللي حضرتك ذكرتها ما كانتش الناس حاطه افكار مسبقه ان احنا عاملين هذه الاعمال عشان نغير بها قوانين او نغير بها معتقدات راسخه ممكن بتؤرق نماذج من الاسره. اعتقد ان حاله الابداعيه والنجاح الكبير وحاله الصدق الشديد اللي نجحت بها هذه الاعمال هي اللي فجرت هذه النقاط انها تتعدل تشريعيا. وهنا الفن اصله الفن موجه لمين؟ للانسانيه، والتشريعات معموله برضه للانسانيه. الدراما دي مش هي بتطلع الموجود في المجتمع؟ طبعا مشاكل الناس واللي بيتفرج عليها هم الناس، لو ما حسوهاش هيمسكوا الريموت ويحولوا. حركت على الاقل، حركت يعني على الاقل اسئله جواكي، صحيح، حركت اجابات. حتى لو في قوانين شويه اتعملت في ظروف ما قبل المتغيرات الاجتماعيه ممكن تظلم فئه من فئات الاسره. اعتقد ان في هذا المسلسل حتى لو مش محتاجين ان القانون يتغير او ما حصل او ما حصلش، اعتقد ان الاسر او هذه النماذج ستغير من فكرها وستتوحد مشاعرها، لانه في النهايه انا ليه يعني يعني احجر على حق لصالح ام تقدر تطلع ابنائها احسن، تربيهم كويس ويعيشوا عيشه كويسه، ولازم المساله تتحرك. اعاده النظر في قصه المجلس الحزبي والميراث فهو النجاح والاطفال، النجاح الفني. انا مع حضرتك، دافع كبير جدا، وهو ده مهمه الفن زي ما حضرتك بتقولي، انه ينبش في مشاريع يعني ويحرك حالات لصالح الانسانيه ولصالح البشر في وينقل الكلام من ساحه النقاد طبعًا. الى المجتمع نماذج واقعية الى تحت القبه البرلمان يتم التحرك تشريعيا في طبعا هذا طبعا. وفي كتير من النماذج بتتعامل مع جزء من القوانين بس ما بتوصلش حاله التوحد ولا حاله البريق ولا حاله الابداع زي ما بنشوفها. النجاح الفني هو اللي بيحرك المساله ويقدر يغير كتير من المفاهيم والاوضاع والقوانين الاجتماعيه اللي هي يعني ايه مش لصالح الانسان قوي. صحيح. طيب جعفر العمده بقى، السوشيال ميديا السنه دي كانت مختلفه، رد فعل مختلف من السوشيال ميديا تجاه هذا المسلسل، وتصاعد احداث ممثلين بيتحركوا بمنتهى الحرفيه، كل ممثل لو طلع قال كلمتين فقط لا غير طلع قالهم من القلب قوي وظهر بشكل مختلف.
شفنا جعفر العمدة لما اتهم اخوه سيد بخطف ابنه، قوة المشهد ده كانت عاملة ازاي؟ وحضرتك شفت المشهد ده ازاي؟ ده فعلا نقدر نقول عليه ماستر سين؟ جدا جدا في الحقيقة. يعني احمد فهيم في المسلسل ده يعني قدم نفسه بشكل رائع جدا. نعم. وموهبة كبيرة جدا، ويمكن المخرج محمد سامي لما اختاره اعتقد حتى ما كانش في ذهنه انه هيبقى بهذا التألق الكبير اللي ظهر عليه، لكن هي الحالة اللي اتوضع فيها احمد فهيم في مواجهة جعفر العمدة. خدي بالك اصل المشهد ده ايه، كل الطرق بتؤدي الى انه اللي عامل الازمة واللي خاطف اخوه واللي خاطف ابنه اخوه. نعم. حتى زوجاته بيقولوا بيغير منك، بيوصلوا لنفس الحالة. أي. فأنا شايف إن المشهد ده التعبير فيه كان بالعين في حالة صدق شريف جدا وتلقائية غير عادية داخل جعفر العمدة. ماتش تمثيل بيوجه. أيوه. الله تمام جدا، بيوجه لوم وعتاب واتهام مباشر وغير مباشر في نفس اللحظة لأخو سيد بإنه هو اللي ورا ده. احنا شايفين مع بعض المشهد زي ما طبعا. أيوه. فشوف التعبير بالنظر، شوف الدموع، شوف الإحساس من جوه، انت بتوجعني من جوه. وده عينه، يعني جعفر عينه صريحة في وش سيد، لكن سيد طبعا بيردله تاني كأنها مباراة، انه ماتش تمثيل مش هقدر، مش انا. ففي الحقيقة المواجهة دي كمان كانت محورية جدا، لان في يقين اتعدل جوه شخصية جعفر من مش اخوه هو اللي عامل المشكله. خلينا نسمع المشهد. الدنيا دي طريقها ماشي عكس كل اللي انا عايزه. فكرتش ان كل واحد بياخد على قد نيته يا سيد؟ وانا كانت نيتي مالها جعفر؟ انا طول عمري بحب الخير للناس كلها، الغريب قبل القريب، وما اشوف حد متنكد اكن انا بالظبط اللي اتنكد. ميزان الدنيا هو اللي جه عند كفتني ومالي يا جعفر؟ مفيش كفة بتفضل مايلة طول العمر، ده الدنيا كده، زي ما بتدينا زي ما بتاخد مننا. بس أهم حاجة يا سيد ما نجيش على اللي مننا، ما نأذيش اللي مننا. يا جعفر معايا أنا؟ لا، معايا على طول ميلة. اتحرمت من الخلفة وخسرت كرامتي، مراتي طلعت خاينة وقلت قيمتي وقيمتكو. حتى انت يا جعفر، حتى انت زهقت مني ومن مشاكلي، اكيد قعدت مع نفسك وقلت هو اخويا الكبير بس هو اللي هزق نفسه، انا عملت اللي عليا معاه. أنا فاكر زمان لما جيت قلت لك أنا هتجوز وداد يا جعفر، قلت لي بلاش، دي مش شبهنا. قلت لك إزاي يا جدع، دي بنت خالك. قلت لي الجواز مش بالقرابة، الجواز بالبني آدم اللي هتتجوزها يا سيد. ساعتها قلت لنفسي أكيد جعفر مش موافق على الجواز عشان ما بيطقش وداد من وإحنا عيال صغارين. بالرغم من كده لما جيت اطلب ايدها، انت اللي اتكلمت مع خالك يا اخويا صغير، مع ان الكلام ما كانش على هواك. من ساعتها وانا بقول لنفس الكلام اللي بقوله لها كل شويه، يا ريتني سمعت كلامك. احنا شايفين مع بعض المشهد مباراة تمثيل. محمد رمضان اتغير خالص. يعني ده حقيقي جدا. المره دي هو انسان اكتر منه فتوة وفرض عضلات. شوفي بكى كم مرة، احنا لأول مرة تشوف دموع رمضان كثيرة كده في المسلسل. وفي المشهد ده الحوار، يعني عينه في عين أخوه بتوجه الاتهام، وهو التسلسل اللي ماشي وجدانيا من سيد وهو بيكمل في الحوار بيتسرب لي انه مع الوقت بيقتنع بنسبة 75 50 25 لحد ما بيوصل في النهاية عنده جزء من الشك، بس ما كانش الشك 100%. فالتعبير الاتنين بالعينين ده واقف بيسمع،
وانا كاني قاضي بحكمك. نعم. وانت كمتهم بتدافع عن نفسك، بس معمول بشكل انساني كبير جدا. زائد انه يعني بصي الخلفيه النفسيه للشخصيتين، ان ده هو كبير البيت وكبير العيله، والتاني رغم انه كبير في السن الا انه يعني دايما هو الطرف الاضعف، فتحس ان هو ده سيد وهو ده جعفر، التاني واقف وده يعني بكل خشوع في الاداء، يعني بصراحه اداء راقي جدا جدا. والمشهد ده بيفكرني بمشهد تاني لن يقل عنه عظمه في الاداء، لما راح المقابر وهو بيكلم ابوه، هو ليه خلى جعفر هو الكبير عليه وانا الصغير وقد انت كنت بتقدمه علينا وبتثق فيه وبتبعتنا انا مشاوير وبتدي له هو الحسابات. شوفي ده رايح جاي. صحيح. هو مؤمن ان هو مش هيبقى زي جعفر، لكن في نهايه ابتدى يحاكم نفسه وهو بيكلم ابوه. هو ما كانش بيكلم، هو بيكلم نفسه، انا ليه وصلت لهذه المرحله؟ وليه بتهان بالشكل ده؟ لان فعلا من انا ضعيف. ففي الحقيقه يعني اعتقد من انواع قدرات جلد الذات او حساب النفس. محمد يعني. رمضان هذه المره كمان فتح المساحه لكل اللي حواليه. نعم. يعني مش البطل الاوحد. ورق محمد سامي وكتابه، اختلف وازداد نضج وتعلم من كتابات النقاد، واعتقد انه عشان كده هو وصل لشريحه اكبر. طب ما تخلينا نروح فاصل ونرجع نتكلم عن النقطه دي باستفاضه اكتر. تمام. استاذن حضرتك مشاهدينا، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي حلقتنا وباقي كلامنا عن الماستر سينز اللي موجوده معانا في دراما رمضان السنه دي اللي موجوده في مختلف الشاشات من انتاج الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. ما زلنا متابعين مع حضراتكم المشاهد الخاصة لأهم يعني أهم المشاهد الخاصة بالمسلسلات الرمضانية. الماستر سين هو أهم مشهد، ربما زي ما قلنا لحضراتكم بيلخص العمل الدرامي. عندنا أكتر من ماستر سين في الدراما الرمضانية هذا العام. تكلمنا عن جعفر العمدة، تكلمنا عن تحت الوصاية، ربما الجمهور الكل السنة دي أشاد أيضا بظهور الفنان أحمد عيد في مسلسل عملة نادرة لكم بطولة النجمة نيلي كريم والنجم جمال سليمان. اعتقد عوده مهمه يا استاذ خالد للفنان احمد عيد، واعتقد المشهد ده ممكن يكتب ليه برضه يعني بدايه جديده بعد غيابات ما كانش مستحقها هذا الفنان. انا متفق معاك تماما، مهم قوي عند الفنان انه يعمل مساله البدايه الجديده دي من وقت لاخر. يعني على الساحه العالميه مثلا قدر ديكابري يخرج من شخصيه روميو لبدايه مختلفه وخد الاوسكار. صح. يعني قدم شخصيات. وده اللي حصل مع توم كروز وحصل مع نجوم كتير قوي. الثقافه دي في الحقيقه ما كانتش موجوده عندنا قوي، للناس كانت بتكرر بعضها. السنه دي في الحقيقه في اكتر من نجم قدروا يغيروا الحكايه دي ويقتحموا مناطق تانية، ومنهم احمد عيد. احمد عيد في الحقيقه في مسلسل عمره نادره يعني عاوز اقول لك ايه، اعاد اكتشاف نفسه تمثيليا، وقدم في الحقيقه مجموعه من المشاهد اللي انا بعتبرها ماستر سين، وخاصه بعد ما فقد حبيبته اللي كان بيحبها من طرف واحد وكان عاوز يرتبط بيها واصيب بحاله نفسيه. أيه. اعتقد انه قدم يعني مشهد استثنائي بينه وبين نفسه، بيطارده هاجس ان هو اللي قتل اخوه، وبيحاول يقول ده حتى لامه في المشهد او لابوه، وهم مش مقتنعين او مش مصدقين ان ده مفكرنا هلوسه. لكن عارف انت الصراع لما ينجح الممثل، لما ينجح الممثل ويعمل صراع بينه وبين نفسه داخلي بيقدر يطلع طاقه تمثيليه. احمد عيد ادهش الجميع في الحقيقه، هذا الممثل اللي اتعرف بادوار كوميديه ادهش الجميع بهذه التركيبه النفسيه الاجتماعيه، ان هو وارث جزء من الجبروت من ابوه وضعف قدام الحب، وفي النهايه بيطرده شبح قتله لاخوه. كل التركيبه دي قدر يطلعها في مشهد وهو نايم على السرير في حاله من اللاوعي. في الحقيقه انا شايف ان ده من اجمل المشاهد اللي برده مش هتنسى لاحمد عيد، لان وليه كذا مشهد في الحقيقه في المسلسل، لكن
لما دخل المرحله دي من اللي هي المتغير بتاع ازاي تقدر تعترف بخطاياك وانت في حاله من اللاوعي. خلينا نشوف ونرجع نعلق عليه علشان مشاهدينا اللي ما شافوهوش يتابعوه معانا. محتاجه ده شوف المشهد ده، هو بيقول هنا لامه ان هو اللي قتل اخوه، هي مفكره ان دي هلاوس، حاله مرضيه، حاله حمى، لكن هو قدر يوصلها، هو مش باصص لها، لكن شوفي حاله الاندماج الكامل، الحاله النفسيه لما تطلع بقى خطاياك على وشك وانت مش في علاقه مباشره مع الطرف اللي قدامك، دي بتحتاج في الحقيقه قدرات كبيره. اعتقد ان احمد عيد نجح فيها نجاح كبير جدا، وقدر يوصل الرساله بشكل غير مباشر. التحول حتى للام هيحصل فيما بعد، انها تبتدي تصدق ان ده حقيقي، وهتبتدي ترفض المجتمع اللي حواليها بما فيهم جوزها وجبروت وجمال سليمان. بس حضرتك قلت يعني يمكن ان ديكابريو ما خدش الاوسكار غير لما تغير، ربما هوليود بتضع الممثل في انماط مختلفه، يعني توم هانكس دور له على شخصيه ثبت فيها. أيوة. مثلا يعني خد مثلا ناس كتير، نيكولاس كيج يعني معجون تمثيل، كل دور مختلف. احنا عندنا هنا انت كوميدي، انت اكشن، انت بتعيطني، انت بتضحكني، انت شرير، بتفضل شرير طول عمرك. ثقافه صناعه النجم مختلفه بره عن هنا، واعتقد ان ابتدت نجومنا ابتدت تدرك ده، انه ازاي تقدر تصنع نجم، ازاي اقدر احطك في قالب مختلف، ازاي اقدر المرحله اطلع منك جديد، المرحله دي ازاي اجدد عندك الحلم والهدف كل سنه. أي. يعني هو ليه انا بقول لك ديكابريو لما عمل جي ادجر شخصيه سمينه وعنده 60 سنه، وده اللي اسس المخابرات المركزيه الامريكيه، ده كان خارج من كاركتر روميو جوليت اللي اتحط فيه من بعد تايتانيك وعمل ازاي قدر يكسر حاجز الشخصيه الرومانسيه. هو ده احنا عندنا هنا، النجم شويه بيبقى متردد لما بينجح في دور او في شخصيه كوميدية او الى اخره، بيكمل على هذه النمط وبيخاف. السنه دي في الحقيقه دراما رمضان والشركه المتحده ساعدت كثير من النجوم ان هم يغيروا جلدهم، يعني شفنا ياسر صحيح. جلال في شخصيه مختلفه، صحيح، بعيد عن الاكشن، وقدر ازاي حتى يتخلص من نجاح الاختيار الكبير. واحمد عيد شفنا طارق لطفي صحيح. دخل في كاركتر رومانتيك في ازمه اجتماعيه، وقدر ازاي يتجاوز جزيره غمام. نعم. يعني عاوز اقول ايه، الاراده موجوده، بس هي محتاجه ان انا لازم ابقى بمسك في شخصيه تقدر تقدمني خطوه لقدام. أيوه. اقدر اشتغل عليها واجتهد فيها واعمل لي تاريخ. التنوع ده التنوع مهم قوي بالنسبه للفنان في رحلته وعلى مساره. يعني بنتكلم بقى كمان عن التاريخ، احنا كنا مفتقدين الأعمال التاريخية، وكنا ابتعدنا وغيرنا اتقدم خطوات وابتدى يملى المجال اللي كان ابتدى يفضى. عودة قوية جدا للمسلسل التاريخي عملته الشركة المتحدة السنة دي برسالة الإمام. يمكن نقدر نقول إن في اتنين ماستر سين في رسالة الإمام، مش واحد بس. أول مشهد كان محاكمة الإمام الشافعي، لو حضرتك شايف المشهد ده قولينا بقى شفته ازاي؟ شوفي انا مش هتكلم كلام نظري، عوده الدراما التاريخيه او الدينيه بهذا البريق الكبير، ولكن هتكلم عن الحاله الوجدانيه والحاله الانسانيه وايضا العقليه اللي اثرت كثير في مشاهدين هذا المسلسل. النجم خالد النبوي بمشروعه الكبير ان هو مصر يبقى ممثل كبير وليه محطات مختلفة، دي بقى الإرادة اللي كنا بنتكلم عنها. خالد النبوي يملك هذه الإرادة. فهذا المسلسل شوفي تعبيرات خالد، وشوفي إزاي بيحول كادر المحاكمة كله النفسي عند اللي بيحاكمه، صحيح، لأنه يتعاطف معاه ويعتبره حاجة مفيدة جدا للمجتمع. طب خلينا كلنا نستمتع بهذا ونشوف نجم خالد النبوي رسالة الإمام، اللي يعتبر من أهم مسلسلات الموسم الرمضاني الحالي. وعنقك كمن سبقك وقد شققت عصا الطاعة وخرجت علينا. يا أمير المؤمنين، أنت الداعي وأنا المدعو، أنت الحاكم وأنا المحكوم، وأعرف أنك لا تقتل قومك ولن تؤذي من لم يرتكب ذنبا،
ومن قومي؟ أنت مولانا أمير المؤمنين هارون بن محمد ابن المهدي ابن عبد الله المنصور ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. وأين أنت من قومي؟ أنا محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف. أحسنت في تفصيلك. وعن جدنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هاشم والمطلب كهاتين، هم منا ونحن منهم، ما فارقونا لا في جاهلية ولا في إسلام. صدقت، ولكم آل المطلب من سهم ذي القربة، ولكن كيف لم ترتكب ذنبا؟ وقد بلغنا أن ابن عمنا لما بغى علينا وتبعه الأرذلون كنت رئيسا عليهم، ما الذي حشرك مع هؤلاء؟ يا أمير المؤمنين، إذا نحن فضلنا عليا فإننا روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل، وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته رميت بنصب عند ذكري للفضل، فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما بحبيهما حتى أوسد في الرمل. القصة يا مولاي إن ثقيفا وبني الحارث احتكموا إلي في ملكية بعض الأراضي، ساوموا وحاول كل منهم أن يستميل لي ناحيته، رفضت، فشنعوا بي في مكة وعند الوالي، فحملني الوالي مع من حمل، وأشهد الله أنه اتهمني ظلما. والله يا مولاي إن سيرة هذا الرجل وسمعته ذكيتان وطيبتان، وما كان لأحد مثله أن يبيع دينه ويشتري الدنيا. وإني يا مولاي لي حرمة الإسلام وذمة النسب، وقبلهما وعد الرحمة الذي أرسله الله لي على يديك. لقد ذكرت قرابة سنحفظها لك، وذكرت علوما لو وعيتها سنقربك ونكرمك عليها، وشهد لك من نثق بشهادته، أكثر الله في أهل مثلك أيها الفقيه، فبما تعظ أمير المؤمنين يا شافعي؟ وبإيجاز. في الحقيقة احنا كان يعني وحشنا جدا الأعمال الدينية اللي غبنا عنها بقالنا فترة طويلة. الرسائل الإمام أعتقد من أهم المشاهد، النجم خالد النبوي طبعا متميز لغة العربية وتمثيله البارع، قعدنا يعني الدراما المصرية اللي اتعملت من سنوات طويلة. كان في مشهد تاني أيضا لمناظرة الإمام الشافعي. أستاذ خالد أعتقد المشهد ده يعتبر برضو من أهم مشاهد هذا العمل، يعتبر أيضا ماستر سين أو مشهد يلخص هذا العمل. طبعا بص، أول هو مشهد صعب لأنك أنت في النهاية أنت اتنين علماء بيتكلموا مع بعض أو مجموعة من العلماء، ووقف وسطهم الإمام الشافعي. شوف الحضور الطاغي اللي عمله خالد النبوي في تون الصوت والنطق الكلام، أي، والنظر في عيون ما يسموا بالخصوم الفكريين، وإزاي تقدر توصل هذه الرسالة وهذا المنهج للمشاهد العادي. أعتقد أنه يعني كان من المشاهد المهمة اللي عملت متغير ما في وجدان وفكر المتلقي، أنه إزاي يختلف وإزاي ما يرفضش رأي الآخر، وإزاي يقبل بما يقوله الجميع، وإزاي يتمسك برأيه، وإزاي يدافع عن رأيه اللي هو واثق أنه هو صحيح. أعتقد أن الرسائل العظيمة جدا اللي وصلت من كل الحوارات اللي في مسلسل الإمام رسائل كانت مفيدة للبشرية بمختلف ثقافتهم على فكرة، يعني للعالم والكبير والإمام والمتدين الوسط. وخد بالك الإمام الشافعي جزء من مصر، لأن مصر في حقيقتها بتنتمي للتدين الوسطي. صحيح. والإمام الشافعي كان النموذج، جزء من وسطية النموذج الملهم للوسطية، عشان كده معظم المصريين
ربما يبدو هنا في البساتين مقابر الإمام الشافعي شافعية هنا لأنه بعيدا عن التزمت جلسات النقاش الأفكار الآراء إحنا كنا عمرنا ما نعرفش مسألة الغلو أو التعالي في مسألة مناقشتنا. ربما في متغيرات حصلت لكن أصل هذا الشعب أصل وسطي جميل، والإمام الشافعي تارك جزء من جوه وجدان. خالد النبوي في الحقيقة يعني بصراحة أنا برفع له القبعة أنه قدر يوصل هذه المسائل الصعبة والأفكار الكبيرة بهذا الحب وهذا التسامح والنظرة بتاعته، وش المبتسم طول الوقت وصدره الرحب، كل ده دروس في العقل الباطن المتراكم بيعكس ما يمثله بالضبط. صحيح. أكيد. كل شكر حضرتك الناقد الفني الأستاذ خالد محمود، نورتنا وشرفتنا وعرفتنا حاجات كتير واستعرضنا مع حضرتك كتير من المشاهد. شكرا. أنا متشكر جدا وسعيد بهذا اللقاء يعني المبهج في أيام العيد، وكل سنة وكلنا طيبين. كل سنة وحضرتك طيب. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة، كنت معكم أنا مصطفى كفافي، كان بصحبتي زميلتي العزيزة منى الشراوي، كان بصحبتنا أيضا زميلتنا هالة الحملاوي. نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد، بنصبح عليكم مرة تانية. صباح الخير عليكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.